باب ما جاء في الإقسام أو التألي على الله، يعني هذا يترفع على الله سبحانه وتعالى. الإقسام على الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يقسم بما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على قوة الإيمان. يقول: والله لا يغفر الله لمن أشرك بالله شيئا، إن الله لا يغفر الشرك. الثاني أن يقسم على الله، هذا هو الذي ساق المؤلف هذا الباب من أجل التألي على الله، تحجب سعة فضله، يقول: والله لا يغفر الله لفلان، كأنه جعل هذا نفسه أعلى من الله مغفور. صناديد بعضهم كان على الكفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلان وفلان وفلان. قال الله سبحانه: ليس لك من الأمر شيء، هؤلاء الثلاثة أسلموا حسن إسلام، فانظر إلى العدارة كيف تنقلب إلى ولاية. لا تغلب هذا الباب، ولا تتألى تترفع على الله، وأن هذا موجب نسأل الله السلامة لإحباط العمل. الثالث أن يقسم على الله لقوة رجاء وتعلق بربه، لكن لا بد يكون لديه من العمل ما يقتضي هذا. مثاله أنس بن النضر. أنس بن النضر صحابي رضي الله عنه، هو أخو للربيع. الربيع هذه كسرت ثنية جارية من الأنصار، فاحتكموا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع السن بالسن. أنس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر. لم يقل هذا، يقول شيخ العثيمين، اعتراضا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا، لأن لقوة رجاء وتعلق بربه، وأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرده، قال هذا. فعندما رأى الأنصار هذا من أنس رضوا وتنازلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: كيف لا؟ وقد قال في أحد، قبل أحد قال: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. كرامات أولياء، استشهد في أحد، مثلوا به الكفار، لم يعرفوا أحد، قطعوه، إلا ربيع عرفته ببنانه رضي الله عنه. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين. نعم.